السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في هذا المشهد وعلى تلك الربوة كما يقولون، وبامتداد تلك البحيرة، وفي الخلف هذا المنزل الجميل الرائع، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم منازل أهل الجنة، اللهم آمين. أنا عايز أطرح على حضراتكم آليات وتقنيات تحقيق الثقة بالنفس. الملف رقم واحد في استجابات حضراتكم، أقرأ لخص ما ورد بأسلوبك الرائع. تحدث مع نفسك أولا، ثم سجل عبر الورقة والقلم وأنت تستمع وتشاهد، ثم لخص وانشر ما الذي استفدته. كلام جميل جدا. خلوني أخذ أول مشاركات حضراتكم. الثقة بالله والتوكل عليه والدعاء وبذل الأسباب والبحث عن أصدقاء محفزين مشجعين وطموحين والابتعاد عن البيئة المحبطة. كلام جميل، سعيدة شذا. أولا الثقة بالله والدعاء باستمرار والتقرب إلى الله وتجاهل البيئة المحبطة ومصادقة الناس الإيجابيين والمحفزين وتجاهل قدر الإمكان أي شيء محبط. كلام كويس. مي أو مرح، الثقة بالنفس هي القدرة على تقدير الذات وتحقيق الأهداف. من أسباب فقدان الثقة بالنفس ضعف الإيمان، لذلك ينبغي علينا الثقة بالله سبحانه وتعالى. واخدين بال حضراتكم؟ استجاباتكم استجابات رائعة من العوامل التي تساعد على زيادة الثقة بالنفس. الثقة في الله وهي أساس الثقة بالنفس، التخلص من البيئة المحبطة والبحث عن السعادة والاطمئنان. يا الله، فاكرين أنا عملت حلقة عن البيئة المحبطة أو البيئة وتأثيرها؟ في حد منكم قال لي طب أعمل إيه لو البيئة اللي حواليا لا تؤشر إلى ما هو إيجابي، بيئة مزعجة، أغير البيئة إزاي وأنا يعني ما غير قادر، أنا في بيئة مزعجة، ماذا أفعل؟ ده سؤال مهم جدا. ابحث عن بيئة أخرى، ابحث عن ناس يشجعوك، بدل ما يبقى صحبة سوء اختار ناس كويسين. ما احنا في مجتمع يا جماعة، المجتمع ده فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الحلو وفيه الوحش. انت ماشي مع اللي مش كويس، خلاص خليك بقى معاه واستقبل من السلبيات ما عايز تغير غير، واحنا قلنا حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغير. ايضا في استجابات فاطمة بتقول لتعزيز الثقة بالنفس علينا تعزيز ثقتنا بالله وان نكثر من الدعاء. كلام ما شاء الله، كلام كويس جدا. عزة هارون عزة بتقول لاكتساب الثقة بالنفس نبدأ بغوصك في مداخلك، في داخلك، من أين أتت قلة ثقتك بنفسك؟ عليك أن تدعو الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. غير محيطك، اختار ناس تدفعك إلى بيئة إيجابية، عليك أن تبحث عن ما هو إيجابي. وبعدين بتشير إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في هجرته وصحابتي من مكة إلى المدينة، إنما هي هجرة البيئة التي لا تناسب الدعوة ولم يجد فيها الإيمان. الهجرة ليست من بلد كفر أو كفر بالإيمان، بل اهجر كل ما يؤذيك ويحطمك ويبعدك عن الله ثم عن نفسك. هذا كلام جميل جدا وكلام رائع. حسن الظن بالله أيضا والثقة أمر مهم تؤدي إلى الاطمئنان. لو كنت في بيئة محبطة زي الأهل نعمل إيه؟ ده سؤال جالنا وبعض حضراتكم بدأ يرد عليه. والله حاول تغير من أهلك، حاول، ولنا في التاريخ عبرة ولنا في التاريخ العظة. حاول أنت تشتغل على ده، بدام أنت مدركة أن اللي حواليك دول يعني محبطين أو بيؤذوا أو ناس دايما بتتريق وبتستهزأ، حاول تغير منهم وحاول تجيب حد عنده تأثير عليهم يقدر يغير. لأنه وإذا لم تستطع فأنت عليك بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهدي الجميع. فهذا أمر مهم جدا أحبائي الكرام. طبعا القراءات كثيرة و
وحد هنا يسرى الصبيحي بتقول تعرفنا على أشياء عديدة حول الثقة بالنفس، لكن الجميع كان في انتظار متشوق وفي لهفة وشغف ليعرف ما هي الوسائل اللي بالإمكان أن تستأصل هذا الداء. جميعنا يعلم أهمية هذه الثقة بالنفس، خاصة في ظل هذا المجتمع الذي يحبط الإنسان ويحتقر بين قيمته، مجتمع يريد أن يجعل الناجح فاشل ولا يهتم بكذا، بتؤصل لواقع حياتنا في عالمنا العربي وفي مجتمعاتنا التي المفروض أنها تعزز ما لدينا من طاقات إيجابية وتأخذ الناس الناجحين تحتويهم وتهتم بهم. يا جماعة، الدولة اللي احنا فيها دي السويد، بأي عالم، أي إنسان نابه، أي إنسان متميز بيهجبوه، يدوله فلوس ويحطوه في بيئة العمل الإيجابية، ويحاولوا قدر الإمكان إن هم يوفروا له في مجال البحث العلمي عشان يستفيدوا، عشان ده ينعكس عليهم إيجابيا في المنتج. ثقة بالله تعالى ثم الدعاء والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذه كلها أمور. طبعا أشكرك يسرى أنت وباقي كل الناس اللي اشتغلت على هذا الأمر. مجدة بتقول الثقة في الله، لأن النفس ثلاث أنواع، وبالتالي يجب علينا أن نسأل أنفسنا عن النفس المطمئنة، الإيمان بقضاء الله وقدره. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة يا رب العالمين دائما وأبدا، إلى آخره من استجابات أحباء الكرام. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، الكلام اللي أنا قلته مكرر بيتقال ويتكرر، ولكن هي رسالة في هذه البيئة المفتوحة الجميلة. علينا أن نعول على ثقتنا في الله، واللي جواه حاجة يبدأ يغير، ولا نريد أن نتنطع ولا نريد أن نتشدق بأشياء مش موجودة، ولكن علينا أن نرى الواقع ونحاول أن نغيره ونغير اللي في نفسنا الأول عشان المجتمع يبقى كويس وفي دافعية وفي قدرة على العطاء. يعني أشهد الله أنني دائما عندما أتنفس وأخذ نفس عميق وأنا أتأمل في هذا الكون وفي هذه المجتمعات، الواحد بيصعب عليه نفسه ويصعب عليه مجتمعاتنا ويصعب عليه الشعوب بتاعتنا اللي المفروض أنها تنهض وتقوم وتفوق وتعرف أن حياتها مش الأكل والشرب أو البحث عن الاستغراق فيما هو أكل وشرب، وإنما الإبداع والإنتاج والعطاء. وده يجي يا جماعة بالهمم وبالقيادات وبالإدارة وبالإرادة اللي تعزز ده عند الناس، الناس ما تفضلش نايمة ونعسانة وغيرنا عمال يتقدم. نلتقي على خير، مزيد من الثقة إن شاء الله. استودعكم الله، إلى اللقاء بإذن الله تعالى، لنكمل أحاديثنا حول ما يجب أن نفعله لكي نثق في أنفسنا. ثقتنا في الله تدفعنا دوما إلى أن نثق في أنفسنا. في أمان الله، السلام عليكم.